باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم السادس من شهر مصر المبارك أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة يوليتا. ولدت هذه القديسة في قيصرية الكبدوك من أبوين مسيحيين غنيين جدا، فورثت عنهما أموالا كثيرة اغتصبها منها أحد الظالمين، ولما أرادت أن تسترد أموالها منه سعى بها عند والي قيصرية الكبدوك أنها مسيحية، فقبض عليها وسألها عن إيمانها فاعترفت أمامه بالسيد المسيح، وبعد أن عذبها كثيرا طرحها في النار فأسلمت روحها بيد الرب وبقي جسدها سالما، ونالت إكليل الشهادة بركة صلواتها فلتكن معنا آمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 578 ميلادية الموافق 294 للشهداء تنيح القديس يعقوب البرادعي بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا تنيح القديس العظيم الأنبا ويصا تلميذ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. ربنا موفق.